قام غبطة الكاردينال بير بيتيتيا باتسابالا بطريرك القدس للاتين بزيارة رعوية إلى مدينة الفحيص، التقى خلالها بالعديد من الفعاليات الرعوية. المزيد في التقرير التالي. استقبلت مدينة الفحيص غبطة الكاردينال بير باتسابالا بطريرك القدس للاتين، وذلك ضمن زيارته الرعوية إلى المنطقة. وقد جرى حفل استقبال لغبطته منذ عبوره جسر الملك حسين، تلاه استقبال في بلدة ماحص من قبل أبناء العشائر في المنطقة. ثم توجه غبطة الكاردينال إلى مدينة الفحيص، حيث كان في استقباله محافظ البلقاء فراس أبو قاعود ورئيس البلدية عمر العكروش وعدد من نواب ووجهاء العشائر المسيحية في الفحيص وجموع حاشدة من أبناء المنطقة. وشاركت في الاستقبال كشافة ومرشدات نادي شباب الفحيص وكشافة اللاتين وطلبة المدارس بمزيج من الأناشيد والأغاني الوطنية. وفي اليوم الأول من الزيارة التي استمرت 4 أيام، وبعد الاستقبال الرسمي في مبنى بلدية الفحيص، زار غبطته كلا من كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك وكنيسة الروم الأرثوذكس، ومن ثم كنيسة اللاتين في البلد، والتقى برؤساء الجمعيات في الفحيص وعدد من الأساقفة والكهنة ومجموعة من الشباب والشابات وسيدات أخوية قلب مريم الطاهر والعائلة المقدسة والشبيبة والكشافة ورسل الرحمة وغيرهم. الفرحة يعني كبيرة كتير بوجوده، وأيضا في اللقاءات التي تمت مع غبطته مثل ما لاحظنا هناك مطالب، هناك أماني، هناك صعوبات وتحديات، وكلها طرحت أمام غبطته في هذا اللقاء، وأبدى غبطته ارتياحه من هذا الاستقبال، وأبدى أيضا رغبته في الاستماع لكل هذه التحديات وهذه الطلبات، وخاصة المطالبات اللي طالبت بخصوص المدارس، بخصوص الوحدة الكنسية ما بين الكنائس المختلفة في مدينة الفحيص، مع أنه منشوف دائما الوحدة الكنسية متجسدة في هذا البلد من خلال الاحتفالات المشتركة اللي بيقوموا فيها خلال الأسبوع المقدس. زيارة سيدنا البطرك يعني بتكتسب أهمية كبيرة بالذات على الفحيص، باعتبار الفحيص هي من أكبر رعية للكنيسة اللاتينية في الأردن، وبنفس الوقت لأنه الفحيص بتمثل حالة مختلفة عن كثير من المناطق بحكم أنه أصبحت عبر السنين والآن تحديدا بتمثل بشكل حي قيمة الوجود المسيحي في الأردن، وقدرة المدينة أنه تعبر عن هذا الوجود من خلال روح وطنية ومن خلال عطاء ومن خلال كثير من المعطيات اللي بتجسد القيم المسيحية والحياة المسيحية في مجتمعنا. وبعد تناوله طعام الغداء في أحد مطاعم المدينة، قام غبطته بتعميد 5 أطفال ومنحهم سر المعمودية بحضور ذويهم، وذلك في كنيسة قلب مريم الطاهر للاتين، كما التقى غبطته جمعا من الفعاليات الرعوية للمجموعات التابعة لكنيسة أم النعم للاتين العلالي. وقد شدد غبطته على أهمية عيش روح الوحدة والمحبة بين أبناء المجتمع الواحد، وحثهم على مساندة الضعيف والمحتاج والثبات على الإيمان وسط صعوبات الحياة، وشجعهم أن يستثمروا وقتهم وطاقتهم الشبابية بخدمة وطنهم. كانت زيارة جميلة جدا، بتفقد رعيته، بتفقد أبنائه، ونحن الواحد بقوة مع والده، فهذا والدنا جميعا، ونحن بنأخذ القوة والمحبة والعنفوانية من الوالد اللي دائما نحن بنعتز منا بننتمي له. كانت مشاركة رائعة من المجموعات الكشفية من أهالي الفحيص، زرنا مجموعة الكنائس الرسولية كاملة، وهذا دليل على الوحدة والمحبة اللي زرعها فينا قائد الوطن الملك عبد الله الثاني، وشكرا لكم. وفي اليوم الثاني لزيارة الرعوية، قام غبطة الكاردينال
بزيارة بيت العناية الإنسانية في الفحيص، حيث جرى لغبطته حفل استقبال من راهبات البيت بحضور ممثلين من بلدية الفحيص. وقد قدمت الرئيسة نهى صادق كلمة ترحيبية تلاها لقاء غبطته مع الراهبات القائمات على البيت ونزلائه من كبار السن. وبعد ذلك توجه غبطته والوفد المرافق إلى وسط البلد الفحيص، حيث أقيم في كنيسة قلب مريم الطاهر للاتين القداس الإلهي الاحتفالي ونيل المناولة الأولى والتثبيت ل75 طفلا من أبناء الرعية بحضور ذويهم وجمع غفير من أبناء الرعية. وبعد تلاوة الإنجيل المقدس خاطب الكاردينال الحضور بعظة القداس، وقدم الشكر لراعي الكنيسة الأب عماد الطوال والكهنة والأخوات الراهبات وجموع المؤمنين على مشاركتهم له الصلاة، وقال: لكل إنسان في الحياة بيت أو مكان زاوية معينة يعيش فيها بكل خصوصية، والمطلوب أن نجد من خلالها مكانا ليسوع في داخلنا. وختم الكاردينال عظته موجها كلامه للأطفال الذين نالوا الأسرار، وقال: إن الأسرار التي سوف تنالونها اليوم هي نعمة حلول الروح القدس في حياتكم. You are going to receive Jesus for the first time. اليوم راح تستقبلوا يسوع بجسده لأول مرة بحياتكم. It's an important moment of your life. هي لحظة فارقة بحياتكم. It is the first time that Jesus also physically enters in your life. أول مرة يسوع جسدياً بيدخل على خط حياتكم. And we have to make this unity. وعلينا أن نربط between what we are receiving today and what is your life. بين الإشي اللي بتحصل عليه اليوم القربان وبين حياتك كيف بتعيش يومياً. If you make space to Jesus in your life with the Eucharist, with the First Communion, and there is no space in your life for the others, there is something wrong. إذا اليوم أنت بتعطي مجال ليسوع من خلال القربان الأقدس وفي القداس الإلهي وما عندك وقت وما عندك مكان لغيرك لأصحابك في حياتك، في شيء مش مزبوط. And but we alone, we are not able to do this. بس بالفعل إحنا لحالنا مش قادرين نعطي مجال لغيرنا، صعب علينا. It's something bigger than us. إشي بفوق طاقاتنا، إشي أكبر منا. Because of that you receive also little oil. Little oil is the Holy Spirit. ولهذا السبب يا جماعة التثبيت اليوم راح تحصلوا على مسحة، وهذه المسحة إشارة الروح القدس. كما ترأس غبطة الكاردينال بتسبالة قداسا إلهيا في كنيسة قلب مريم الطاهر للاتين البلد على نية خريجي طلاب الثانوية العامة في مدارس البطريركية اللاتينية في الفحيص. شارك في القداس كاهن الرعية الأب عماد الطوال. وفي عظة القداس رحب غبطته بالحضور وبالطلبة الخريجين. وبعد قراءات من الكتاب المقدس قال الكاردينال بتسبالة: نعمل دائما لتطوير الكادر التعليمي لأجل إيصال كل ما هو حديث للطلبة والطالبات ومواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا وبقية المجالات. حضر حفل التخريج عدد من الأباء الكهنة ومدير المدرسة الدكتور رامي نفاع والهيئة التدريسية والإدارية وعدد كبير من أبناء الرعية وذوي الطلبة. وخلال زيارته الرعوية لمدينة الفحيص قام غبطة الكاردينال بتسبالة بزيارة عدد من المدارس اللاتينية والروضة البطريركية النموذجية. وبعد استقباله من قبل الهيئات الإدارية والتدريسية واستماعه للكلمات الترحيبية، قدم طلبة أطفال المدارس فقرات غنائية
وأناشيد وطنية ورقصات فلكلورية متنوعة، كما تم التقاط الصور التذكارية بينما قدمت المدارس لغبطته هدية تذكارية بمناسبة الزيارة. زيارة عظيمة رسمية لغبطة البطريان وتقليد في الكريسة يعني والطلوي وينبع قطة البطريان في زيارة رعوية إلى واقع الرعية الرسمي، حيث يقوم بالزيارة للقاء لجميع الفعاليات واللقاء بالكنيسة، أيضا زيارة قانونية حيث يقضي قطة البطريان حسب حجم الرعية من يومين لأربعة أيام في الرعية من الصباح والمساء ويزير جميع الفعاليات. وبالنسبة لنا هذه الزيارة مؤثرة مهمة، حيث كان باستقباله الحكومة والمجموعات الإسلامية والإنسانية. الأطفال كثير انبسطوا بزيارته، أكيد هاي رح تضل محفورة بذاكرتهم لطول العمر، لأنه خبرة كثير حلوة إنه يشوفوا الكاردينال بيير باتيستا، والمعلمات أكيد والأهالي كلنا كنا سعيدين بهاي الزيارة. وفي إطار الزيارة الرعوية قام غبطته بزيارة اليوم الطبي المجاني لجمعية الكاريتاس الأردنية، والتقى برئيس الجمعية السيد وائل سليمان ومدراء الكاريتاس في المملكة بحضور وجهاء مدينة الفحيص وعدد من الشخصيات الاعتبارية. وبعد الترحيب بغبطته جرى توزيع الدروع على الأطباء الذين شاركوا خلال الفترة السابقة بالأيام المجانية. اليوم أكيد إحنا مبسوطين بزيارة سيدنا البطرك كاريتاس بحيث اليوم بصادف 40 سنة افتتاح كاريتاس بحيث، عاملين مواقف مجانية، مئات الناس عمالهم يوصلون، الكل كان أكيد إدارة كاريتاس بحيث والقريب اللي بيشتغل بروح رائعة. آخر خمس سنوات شفنا تطور مركز كاريتاس بحيث واندماجه كثير بالمجتمع لخدمة المجتمع، وزي ما حكى سيدنا كاريتاس هي التعبير المحبة الحقيقي والعملي إلى المجتمع، وعم بحاول يتجسد من خلال مركز كاريتاس. أنا من الشغف مشاركهم بالمكان بشكوها من جميع كاريتاس، وطبعاً كان يتشرف إنه نخدم أهل الملاحظ والناس في هيك نشاطات جانبية، ونتمنى إنه هاي النشاطات تتكرر وتكون منال أكثر بضوابط. وكان سعيد إن شاء الله، نشكر قدرته طبعاً لنفسه على هاي التقضية المميزة لآخر. لا أبراوش شارك اليوم باليوم الطبي المجاني اللي نظمته جبهة كاريتاس الأردن بالفحيص، كان يوم طبي مميز طبعاً افتتحه الكاردينال الفارسي لبتسابة بالفحيص، وكان عدد رائع. وإحنا كمختبرات طبية، إحنا مجموعة مختبرات في أعداد طبية دقيقة، كان لنا حضور مميز صراحة، عملنا مختبر ميداني كامل، كان في فحوصات مخبرية في نفس الموقع، عدا أنه إحنا قدمنا فحوصات مجانية للمرضى المرتادين لهذا اليوم الطبي، يوم طبي متميز ناجح ورائع بامتياز صراحة. وفي ختام زيارته الرعوية إلى الفحيص ترأس غبطته قداسا إلهيا في كنيسة قلب مريم الطاهر لفحيص البلد بحضور الأب الدكتور جهاد شويحات القائم بأعمال النائب البطريركي للاتين في الأردن، وبمعاونة عدد من الآباء الكهنة وحضور عدد كبير من أبناء الرعية. وفي ختام القداس كرم غبطته السيد عاهد الفرح بوسام لخدمته للكنيسة والرعية.